اختي خرجت ما تسوت لي مشات تسخر. جيت عندهم ديك الليله برك امام ضاحكي اللاعبين فرحانه. قالت لي اخوتي انا غنمشي هنا وغنجي، انا جايه دابا نبرك معاك. هذيك هي خرجتها ما رجعتش. كنقلبو ما لقيناش. لغد ليه مع الصباح مشيت لكوميساريه ديك العرق انا الوالده ديالي، كيقول لها لا ما نقلبوش عليها. علاش هاد السيده ما تقلبوش عليها؟ علاش؟ واش قط؟ قط ما داروش خدمتهم، ما داروش. انا كنحمل المسؤولين، كنحمل المسؤولين ديال هاد الموت ديال هاد الشابه اللي مشات. علاش؟ الدريه ما تقلبوش عليها. قال لك لا هذه ماشي قاصر باش نقلبوا عليها، كون كانت بنت شي وزير ولا بنت شي واحد شي شخصيه في هاد البلاد كون الدنيا كلها تقلبت عليها. علاش؟ علاش؟ راه بنت الشعب هادي. شحال 48 باش الغد ليه ما نعسناش ديك الليله. مع الصباح مشينا مع الثمانيه ديال الكوميساريه ديك لاري. كيقول لك لا الدريه راه تزوجها صاب راسها، مابقاش قاصر، مابقاش باغا تعيش معاكم بحال هكا. كيقول ليا واش غتقولي ليه؟ واش غتقولي؟ حتى صبنا امرنا الله سبحانه وتعالى ومشينا جلسنا. كل نهار كنمشيو نسولو، درنا شكايه لوكيل الملك ما جاوبناش، درنا شكايه مستعجله ما جاوبناش. علاش ما تجاوبوناش؟ علاش؟ كل قلبت وما يطراش هاد الشيء، كل قلبت وكاع ما يطراش هاد الشيء في خويتي، ما يطراش في هاد الشيء، ما تمشيش تخلينا، كنت نجيب نقلب الباب، انا كنسحب ليا. علاش بغيت حق تيمان؟ ولا غنتبعها؟ بغيت حق تيمان؟ بغيت حق تيمان؟ مشات عروسة شابة كان عندها طموحات ما خاصها حتى شي خير. كنكذب هذوك الأقوال اللي كيقولوا ديال راها حاملة، راها مشات، راها بنت شريفة وبنت نقية وما كتبغيش يدير لها حتى هاد صبعو. لا حول ولا قوة إلا بالله. سي الحموشي محمد السادس نصرك الله، بغيت اختي حقها يبان، ما بغيتش اختي هاد الشابة تمشي هكاك، بغيت الحق ديالها يبان. واش هادي بنت تستاهل تضيع تمشي بحال هكا؟ بغيت الحق ديالها يبان. ما بغينا لا فلوس ما بغينا حتى شي حاجه، حنا ميسورين الحال الحمد لله، ما خصنا حتى شي خير. خصنا اختي الوالده اللي خرج لها طوموبيل كيلو كاتخ جديده، عندها الفلوس ما خاصها حتى شي خير. بغينا الاعدام في حق هذا السيد اللي قتل لي اختي، باش المره الجايه ما يتعاودش هذا الشيء. سلم راسو، باش سلم راسو وكل عند بالضمير ديالو. قتل شابه ما عندها حتى شي ذنب. كيفاش عرفتوا نتوما الجريمه؟ عيطوا لي البوليس قالوا لي جا عندنا اخبار. صافي جيت كنجري لقيت اختي بانها راه ماتت وما تيقتش هذيك الليله، ما تيقهاش. مشيت شفتها مجبده عاد شيقت وما ديرش ليها كاع المفريض امر الله وقع وماتت، ما ديرش ليها هذيك الموتى بهذيك الطريقه. صافي طلقها ولا عيط ولا علم عليها يجي يدفنوها. ماشي 15 يوم وهي مليوحه في بير ماكلاها حشومه. عيب عليك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هذه البنت هذه ما بغاتش الحق ديالها يضيع، هذه البنت هذه بغيت حقها، بغيت الحق ديالها يبان. هذه البنت الشابه بغيت حقها يبان، هذه البنت بغيت حقها يبان. الله يجازيكم بخير، وقفوا معنا وقفوا مع مينتي. بغينا هاد السيد هذه تعدم باش يكون عبره لوحد الاخرين، يكون عبره لوحد الاخرين اللي كيتعداو على بنات الناس. عرفتوا عليه او عرفتوا شي حاجه؟ ما كنعرفوش نهائيا، كيسكن في شي منطقه سوداء. اختي ما كتعرفش بحال هذوك الانواع، ما فهمتش انا باقا ما عرفت والو. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعني اكيد غيكون اعتداء فقط. الله يرحمك، الله يرحمك ويوسع لك. راني ما نقدرش نصبر على الفراق ديالك، راه كنت ما كنتش خايفه من الله سبحانه وتعالى كنت بعتك. اختي الله يرحمك. الاعدام، الاعدام ماشي مؤبد، الاعدام قدام الملاء كلشي يشوفو كيتعذب. باش ما يبقاش هاد الشيء، راه كثر هاد الشيء بزاف. واش يلا ضاعت بنت مؤخرا تقتلات، وعاوتاني بنتها هي شابه على مزيناتها ورده مشات حشومه؟ عيب
اي بحشومه فما بقاش البشر ما بقاش الاحساس ما بقاش فين هي الكبده وفين هو بلاد ما اش نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.